السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In this session we talk about occlusal relationship for removable partial denture. الأول لازم نبقى عارفين إيه الـ purpose of recording jaw relation. To establish and maintain harmonious relationship. To ensure that all the effects of occlusal loading are distributed. To best control the undesirable effect of rotational or torquing forces on the prosthesis. And to prevent any deflective contact of the teeth during centric or eccentric closure. تمام. دلوقتي انا عندي methods of establishing occlusal relationship، بس انا هقسم الميثود دي بناء على ايه؟ بناء على number of remaining teeth. لو انا عندي sufficient number of teeth هعمل الاوكلوزال ريليشن شيب بطريقتين، لا اما دايركت ابوزيشن اوف الكاست او انتر اوكلوزال ريكورد ويز بوستيرور تيث ريميننج باستخدام انتر اوكلوزال واكس ريكورد. طب في حاله لو انا عندي، لو ما عنديش sufficient number of the teeth هعمل ايه؟ هسجل الاوكلوزال ريليشن يا اما بالاوكلوزال ريليشن يوزنج اوكلوزال ريم على الريكورد بيز، او جو ريليشن ريكورد ميد internally on occlusion rim، أو functional generating path method اللي هو dynamic occlusion. أول طريقة اللي هي direct opposition of the cast أو بيسموها hand articulation، inter occlusal record with posterior teeth remaining، وزي ما احنا شايفين هنا occlusal relation using occlusal rim on record base، وآخر طريقة جو relation records made internally on occlusion rim. في حالات بتبقى دايما في حالات ايه؟ في حالات الابر كومبليت دينشر واللور بارشال دينشر. طيب الادوات اللي انا هحتاجها في خطوه الجو ريليشن: واكس نايف، واكس كارفر، البسبوسه نايف، التورش طبعا، والكاست بتاعي وعليه الميتال فريم ورك والريكورد بيز والاوكلوزر ريم، وطبعا الابوزنج كاست. دلوقتي قبل ما اسجل الاوكلوزر ريليشن لازم اعمل اناليسيس للاكزيستنج اوكلوجن، اشوف الاوكلوجن بتاع البيشنت عامل ازاي، اذا كان البيشنت عنده فيرتيكال ستوبر ولا لا، بمعنى ان ريميننج ابر واللور تيس عاملين اوكلوجن مع بعض، والموضوع ده بيبقى جايد ليا وانا بسجل الجو ريليشن. هجيب الميتال فريم ورك واعمل تشيك انسايد بيشنت ماوس، اتاكد ان هو كومبليتلي سيتد في مكانه، كل الريست سيت موجوده في الريست سيت بريباريشن بتاعها، كل حاجة في مكانها. وانس ان انا عملت confirm انه ان الميتال seated في مكانه completely fit، هبدأ اظبط الاوتلاين بتاع الواكس ريم occlusally and buccally. لازم الاوكلوزال بلين او الهايد بتاع الواكس ريم لازم يكون في نفس الليفل بتاع الناتشرال adjacent teeth. انا هنا حاسة ان هو عالي شوية، هعمل softening لسكينة المعجون وهشيل شوية من الهايد بتاع الواكس ريم بحيث يبقى هو في نفس الليفل بتاع الـ adjacent natural teeth. تمام، أنا هنا كده بقلل الـ height بتاعه. تمام، هعمل له check على الـ cost كده، الليفل بتاع الـ wax في نفس الليفل بتاع الـ adjacent teeth. هظبط الـ outline buccally بحيث يبقى هو follow الكونتور بتاع البكال سيرفيس بتاع الادجيسنتيس. كده انا ظبطت الاوت لاين بتاع الواكس. الابر كاست بتاعي او الابر جو هنا كومبليت دينشلس. في نقطه مهمه جدا لازم محدش ينساها، ان انا هعمل سوفتنينج للواكس ريم. عملت كده سوفتنينج للواكس ريم او الاوكلوزر ريم، وهحطه في البيشنت ماوس، واخلي البيشنت يقفل في السنتريك ريليشن، خليها ترجع لسانها لسقف بقها ونقفل، واتاكد ان الاوكلوجن بتاعي مظبوط. انا خرجته كده من بق البيشنت، الابر مولر عاملين امبرنت في اللور واكس، بس في السايد ده، السايد التاني لا، فمعنى كده ممكن يكون الواكس برد مني. هعمل له ري سوفتنينج زي ما احنا شايفين، وهحطه تاني في بق البيشنت، واخلي البيشنت يقفل برضو في السنتريك. تمام كده، تمام، اتاكد ان الاوكلوجن بتاع البيشنت مظبوط، الفيرتيكال ستوبر بتاعتي في مكانها في التو سايدز. تمام، زي ما احنا شايفين كده الابر مولر عاملين امبرنت في الواكس، وهنا عامل امبرنت برضو في الواكس،
بس انا ملاحظه ان في سبيس بين الابر مولر وبين اللور واكس، معنى كده ان الواكس في الجزء ده لو، تمام، المولر ما عملش تاتش للواكس فما سجلش او ما عملش اوكلوزر ريليشن في الجزء اللي ورا. هطلع الميتال فريم ورك من بوق البيشنت وهضيف لاير من الواكس في الجزء ده بتاع الواكس ريم، بحيث ان انا اعلي الليفل بتاعه شويه. تمام، كده انا حطيت الواكس لير الواكس دي ومفروض هدفي، وانا خرجته، انا حطيته تاني فوق البيشنت، ولما خرجته كده انا ظهر عندي الاوكلوزر ريليشن زي ما احنا شايفين. هجيب بقى الابر كاست واحطه على اللور كاست واتاكد ان الاوكلوزر ريليشن على الكاستات هي هياها نفس الريليشن انسايد بيشنت ماوس. الابر مولر عاملين امبرنت في اللور واكس في التو سايدز. كده الكاستات دي جاهزه تروح للتكنيشن علشان يعمل ارنجمنت للتيس، وتبقى جاهزين للنكست ستيب ان شاء الله اللي هي تراي ان. ثانك يو فور listening to me.